اخترت لكم في هذه الحلقة كتابين. الأول عنوانه رحالة وسياسيون زاروا الإمارات والخليج قبل النفط لمؤلفه الدكتور محمد فارس الفارس. أما الكتاب الثاني فهو دراسة في الشعر ونقده وعنوانه دموع المحبين في الشعر العربي لمؤلفه الدكتور يوسف الفهري. أهلا بكم. لا يقتصر هذا الكتاب على استعراض رحلات قام بها رحالة فقط، وإنما يشتمل أيضا على زيارات قام بها سياسيون بريطانيون ومدرسون كتبوا انطباعاتهم عن الحياة والعادات والتقاليد في أثناء فترة وجودهم بالإمارات ومنطقة الخليج. يبدأ المؤلف تتبع زيارات الرحالة منذ السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر بالرحلة التي قام بها الرحالة الهولندي جان فان لينخوتن إلى الخليج العربي، ووصفه لعدة أمور هامة ومنها ما ذكره عن مهنة صيد اللؤلؤ التي كانت أهم مهنة في منطقة الخليج. الفصل الثاني من الكتاب يتحدث عن رحلة الرحالة البريطاني ويليام بيلغريف الذي زار الإمارات عام 1863، ويروي هنا الكثير من التفاصيل عن طبيعة الحياة الاجتماعية للسكان ويصف الأماكن والمدن ومنها مدينة الشارقة. يذكر المؤلف أنه في السادس عشر من فبراير عام 1863 وصل الرحالة البريطاني ويليام جيفورد بيلغريف إلى الشارقة ضمن رحلته التي شملت منطقة الخليج، ويقول إن بيلغريف ركز على وصف الشارقة التي كانت على ما يبدو المركز التجاري الوحيد بين كل الإمارات الأخرى، ويكفي وصفه لحركة الحياة في الشارقة في تلك الفترة لرسم صورة للحياة في مجتمع إمارات ساحل عمان، وهو الاسم الذي كان يطلق على الإمارات في تلك الفترة. الفصل الثالث خصصه المؤلف لرحلة الرحالة الألماني سامويل مايلز إلى منطقة البريم عام 1875، في حين خصص الفصل الرابع لزيارة رحالة ألمانيا آخر هو هيرمان بوريخارت إلى المنطقة وزيارته لأبو ظبي، وكان ذلك سنة 1904 للميلاد. ويمضي المؤلف مستقصيا زيارة اللورد كيرزون نائب ملك بريطانيا في الهند لمنطقة الخليج عام 1903، والذي يعتبر أهم مسؤول بريطاني زار المنطقة، ثم يصل بالحديث بعد ذلك إلى أشهر رحالة زار الإمارات وعاش بين أبنائها خمس سنوات، وهو الرحالة ويلفرد في سيجر، والذي سماه أهل البادية مبارك بن لندن، ومؤلف كتاب الرمال العربية، وهو صاحب أجمل الصور التي التقطت في فترة ما قبل اكتشاف النفط. يركز المؤلف في أحد فصول الكتاب على موضوع التعليم في الشارقة والمقابلة التي أجراها مع أول مدرس لمدرسة نظامية تأسست في الإمارات، أعني مدرسة القاسمية في الشارقة. يورد الكتاب الكثير من أسماء الرحالة والمدرسين، ويتوقف عند مختلف الزيارات التي قاموا بها، ومنها زيارة وفد الجامعة العربية للإمارات عام 1964 ومذكرات الدبلوماسي الكويتي بدر الخالد البدر. ويستند الكتاب إلى مجموعة كبيرة من المراجع والوثائق، أهمها الوثائق البريطانية والفارسية والهولندية. Thank you.
ننتقل الآن إلى الكتاب الثاني الذي اخترته لكم في هذه الحلقة، وهو كما ذكرت عبارة عن دراسة في نقد الشعر قام بها الدكتور يوسف الفهري من المغرب. هذا الكتاب بعنوان دموع المحبين في الشعر العربي، ومن إصدارات دائرة الثقافة بالشارقة لعام 2017. تنطلق هذه الدراسة من التراث الشعري العربي باعتباره الجزء الأهم من ثقافتنا وهويتنا ومنصة تدفق المعاني في بعدها الأنطولوجي والثقافي. وأهم ما يركز عليه الباحث الناقد في هذه الدراسة هو الصورة الشعرية، فالشعر من وجهة نظره هو تخيل وصور وإيحاءات غنية بمعاني التجربة الإنسانية وإشاراتها المعرفية والوجدانية. همه في ذلك أن يعلم القارئ أن الكتابة عن الشعر كتابة عن هوية جمالية وقيمية، وكشف عن بعض أنماط التفكير في الذات وفي المرأة والطبيعة والحب وفي الوجود الإنساني. في هذا الكتاب يبحث المؤلف الناقد في التراث الشعري العربي عن موضوع البكاء الغزلي أو بكاء المحبين، وكشف اللثام عن الصور المشكلة للمعاني، وهذا الموضوع من الثراء في تجارب الشعراء العرب على مر العصور. يشير المؤلف هنا إلى أنه يمكن تلمس بداية البكاء في شعر الحب في ظاهرة الوقوف على الأطلال، وهي ظاهرة كما يقول أخذت من الدارسين حيزاً كبيراً في محاولة لتحليلها والبحث عن أسباب الوقوف على الأطلال والبكاء عليها، بمثير ذكر الأحبة أو الحبيبة صرخة وجودية للإنسان تجاه الزمان. ويذكر بأقدم بداية للبكاء دشنه الشعر العربي، وهي بكائية لابن حذام، وهو الذي ذكره امرؤ القيس في شعره حيث يقول: عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن حذام. يقول المؤلف في تقديمه للكتاب إنه إذا كانت مساحة الشعر العربي في موضوع الحب شاسعة ورحبة رحابة هذا الكون، فإننا سنقتطف باقة شعرية من الشعر العربي والإنساني تحمل نفحات الحب المبلل أو الممزوج بالدمع. قد كنت أبكي لأصحاب الهوى زمنا، فهل لي الآن من باك فيبكيني؟ أهكذا يجد العشاق كلهم؟ يا رحمتي للمحبين المساكين. أو كما قال غيره في الدمع والبكاء: بكيت دما حتى بقيت بلا دم، بكاء فتى فرد على سكن فردي، وأبكي الذي أهواه بالدمع وحده، لقد جل قدر الدمع فيه إذن عندي.